أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لما توليه المملكة من اهتمام ورعاية لكافة أوجه العمل الخيري والإنساني والتطوعي، مشيدا بمبادراتها الهامة في المجالات الإنسانية والخيرية والتي تعكس تمسك شعبها بقيم التكافل والتضامن النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد البحرينية الأصيلة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصخير هذا اليوم معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية، حيث هنأهم جلالته بمناسبة التشكيل الجديد متمنيا لهم التوفيق والسداد، معربا رعاه الله عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني على ما يبذلون من جهود دؤوبة لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها النبيلة، مثمنا الدور المهم الذي تطلع به الجمعية في نشر ثقافة العمل التطوعي بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والتعاون، مؤكدا جلالة الملك المفدى حفظه الله أن مملكة البحرين لها تاريخ وحضارة عريقة قائمة على المحبة والتآخي منذ عصور طويلة. كما استذكر جلالته خلال اللقاء جهود الفقيد الراحل سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رحمه الله في العمل الخيري والإنساني وإسهاماته في تعزيز مشاركات جمعية الهلال الأحمر البحريني على المستويين الإقليمي والدولي خلال رئاسته لمجلس إدارتها. كما أشاد جلالته حفظه الله بجهود وإسهامات الرؤساء وأعضاء الجمعية السابقين، كما قدم السيد تقي البحارنة عضو مجلس إدارة الجمعية لجلالة الملك المفدى عددا من إصداراته الأدبية شاكرا جلالته هذه الجهود الطيبة. من جانبه رفع معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة أسمايات الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته باستقبال مجلس إدارة الجمعية، وقال معالي إن الدعم والاهتمام الذي تلقاه الجمعية من لدن جلالته قد ساهم بشكل إيجابي في أن يشهد عمل الجمعية تطورا ملحوظا طوال السنوات الماضية حتى أصبحت واحدة من أقدم الجمعيات في المنطقة وأكثرها ريادة من حيث الدور المهم الذي تطلع به على المستويين الإقليمي والدولي.